نرجع ونقول كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده. هذا اول لقاء لنا وياكم في مستشارك الطبي بعد ما انتهى شهر رمضان المبارك وتوقفت بعض البرامج وانعادت بشكل اخر بحله جديده، فان شاء الله نكون احنا من البرامج المتجدده دائما برنامجكم مستشارك الطبي. قبل ما اريد ادخل موضوعنا اليوم موضوعنا فري راح يكون، يعني مو حاله مرضيه ولا عندنا يعني اعراض ولا مشاكل صحيه، لكن نحب نوع من التغيير. حبينا نستضيف واحد من اهل البابليه، يعني انا ما راح اقدر اعرف بيه لان هو المفروض يعني معروف على شاشه البابليه، فانا افضل انه نطلع اول شيء بتقرير نعرف بالضيف ومن ثم ندخل مره ثانيه للاستوديو نكمل حوارنا معاكم ومع ضيفنا. جاهز تقريرنا شباب كنترول؟ يلا نشوف التقرير ونرجع. ليس طبيبا أو أديبا، لكنه عصامي يسعى لاقتطاف أي زهرة أو بذرة أو نبتة مرتجا منها الشفاء. تعلم فن العطارة على أيدي مجهولين، ثم أبدع بالتدوين ووضع 16 مؤلفا في هذا التصنيف النادر، وله أكثر من إطلالة على الشاشة العربية والعراقية. حسن خليفة كاتب وباحث ومؤلف مشهور بالأعشاب، واهتمامه بفوائدها وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وهو عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين. يعد من رواد المداواة بالأعشاب، الذي يعتبر من الظواهر العريقة في شبه الجزيرة العربية منذ قديم الزمان. وكان الأطباء العرب القدماء يؤمنون بأنه لا يوجد مرض لا يمكن علاجه بالنباتات، وقد تدرجت معرفة هذا النوع من التداوي من سلالة إلى أخرى حتى كونت ما يسمى بالطب الشعبي أو الطب البديل في العالم العربي. ومع التطور العلمي الهائل هناك اتجاه حديث إلى التداوي بالأعشاب، وقد بدأ هذا الاتجاه يؤتي ثماره في الغرب من حيث التداوي بالطرق التقليدية والأعشاب الطبيعية التي يتم استخدامها بشكل مباشر في القضاء على الأمراض البسيطة. وقد كرم حسن خليفة كأحد أبرز المتعاملين بالطب البديل بالعديد من الدروع، منها درع العطاء، درع التميز، ودرع الوفاء في أهم القنوات العربية والعالمية، ومن أهم برامجه التلفزيونية برنامج جنة الأعشاب. وتوصف برامجه وكتاباته بالبسيطة، حيث يتم وصف فوائد الأعشاب ومضارها والتحذير من سوء استخدامها العشوائي. يا ميت اهلا وسهلا جنة الاعشاب واهلها. الله يخليك يا رب، انت عزيزه والله وغاليه يعني. لا احنا مزعلين، احنا شهر رمضان كله مزعلين، اليوم يلا صالحنا، هاي الشهاده قدام المشاهدين. صالحتك لا بالوقفات. جاها وما جاها وعشائريه. حياك الله واهلا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. عرفتوا طبعا موضوعنا اليوم راح يكون عن البدائل الطبيعيه او التداوي بالاعشاب، لكن من جهه اخرى، يعني احنا ما راح نحكي امراض وفوائدها، راح نحكي مشكلات تداول الأعشاب والتجارة بها، يعني بمختصر مفيد يسموها مافيا الأعشاب. بس أنا شلون أعرف بيك وأنت من أهل يعني أهل البيت؟ شو تريد شلون أضيفك وأنت أبو البيت؟ والله برضو أنت استضفتي يعني ناس أنا بتابع برامجك وبستفيد منها، لأنه في تستضيفي أخصائيين ما شاء الله وبتنقيهم نقع عمالقة. الله يسعدك. فبالتالي صار عندي بدل ما أدخل جامعة بدخل برنامجك. الله يخليك. بشوف طبيب الأسنان والجلدية والليزر وبنثقف برضه، مش عيب ومش خطأ. يعني في إنسانة عربية ودكتورة معروفة بتستضيف لنا هالناس الكبيرة، فبالتالي مش خطأ إنه أنا لما أشوفك على الشاشة ومستضيف الطبيب إني أنا أتعلم منه أستفيد من أسئلتك أيضا واتصالات المشاهدين، فبالتالي أنا بكون غشيم أحيانا في بعض الأمراض، ليش ما أتعلم منها؟ حتى كنت في أمريكا فوجدت أطباء كثيرين ما دخلوا شافوا تشريح الإنسان وما أشبه. هناك بأمريكا كل شيء فري، بإمكانك إنك تتعلمي وتشوفي. بتعرفي في أمريكا بتبرعوا بأعضائهم وبأجسادهم، فبالتالي بتحنطوا بتشوفيهم، بتشوفي القلب، بتشوفي الفكين، بتشوفي الجمجمة، بتشوفي العمود الفقري. أصير أقول أنا هون بوجعني، طب هون إيش فيه؟ عمري أنا ما شرحت، فعمر ما كان في خبير أعشاب يشوف هاي الأمور، فليش ما أتعلم وأثقف منك ومن برامجك ومن هالناس. برافو عليك أبو براء. شنو اللي شد انتباهك برحلاتك خارج البلد؟ يعني انت طلعت دول عربية، دول أحب أتعلم.
أنا قبل رمضان بشهر كنت بالمغرب مشيت جبالها وسهولها وديانها وبحارها وشفت ناسها. أهل المغرب تعرف أهل المغرب ناس عندهم عراقة وعندهم تاريخ كثير وعندهم بالطب البديل يعني بالضبط. عراقة كثيرة فبالتالي استفدت شغلات كثيرة منها. الأرقان اللي مش موجود وما بتنبت هذه الشجرة إلا في المغرب صحيح. جنوب المغرب فاستفدت ودخلت وشفت كيف يعصروها وعلى البارد وكيف الناس عندهم أعمارها 100 وشوية ليش وإحنا عنا الله قاطم أعمارنا 50 سنة أي صح 50-55 سنة 60. فبالتالي وجدت هذه العشبة والنبتة اللي مثل شجرة الزيتون انه اللي بتناولها ما عنده لا كوليسترول ولا دهون ولا امراض القلب فبحثت عنها من زمان اصلا. فبالتالي انا شفتها بطبيعتها وشفت كم استخلصوا الزيوت للبشره لحب الشباب وما اشبه ما عندهم حب شباب لانه مشهور عندهم الزيت بكثره فيستخدموه ما عندهم ولذلك عندهم الجمال جميل نعم عندهم أي فعلاً الجمال أي عندهم البشره النظره حلوه بشرتهم مع انه جوهم افريقي حامي صحيح مو مثلنا رطوبه وما تمام اشبه تمام فبالتالي هم بيستفيدوا من طبيعتهم وايضا من اعشابهم عند اسواق الاعشاب اسواق مزدهره عندهم يعني شفت عندهم التفات او اهتمام بموضوع عندهم الاعشاب عندهم محلات الاعشاب اكثر من الصيدليات لهالدرجه لهالدرجه نعم وحتى في اوروبا لما طلع شفت هذه الظاهره حتى نسائهم امريكا مكملات غذائيه يعني الجينسنج اللي انا اتكلم منها الجينكا بايولوبا كلها بتنباع بالمحلات بالسوبر ماركت ما بروح للصيدليه الصيدليه عندهم غير عنا حتى السوبر ماركت الصيدليه احنا اذا بدنا نشتري بنادول عنا وجع بالراس وما اشبه هناك اذا عندهم وجع راس بامكانه يروح على السوبر ماركت لانه بتعرف البنادول ما بده لا وصفه ولا أكيد. شيء دواء السعال مثلا ما بده وصفه فبتجديها حتى بتجديها في بالطرقات يعني المولات الكبيره والاستراحات انا مسافر ما في طبيب في الطريق من مسافه من بين مدينه لمدينه نيويورك مانهاتن نيوجيرسي وما اشبه فبالتالي على رفوف تجد المكمل الغذائي وما اشبه في امريكا لكن عندهم نظام وعندهم احترام حتى الاعشابين عندهم احترام عندهم اسواق صينيه فلذلك انا حتى رحت شفتهم كيف يعالجوا بعظام الاسماك وبالاسماك وبالبعض الحيوانات وبعض النباتات اللي احنا ما نعرفها كيف عندهم الحجامه واجهزه الحجامه احنا اوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن انا دائما في برامجي بحكي انه حتى ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان العسل موجود صح قبل ما ينزل كانوا يتعالجوا فيه الانبياء والرسل والحضارات اللي قبلها والفراعنه وما اشبه الفراعنه وجدوا عندهم ادوات الحجامه يعني تمام. نعم وأنا فرشت عليها بمتحف بالقاهرة وأيضا بالأهرامات كنت أنا قبل رمضان بأسبوع بالقاهرة لكن حتى حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كانت الناس تداوى قبل الرسول فبالتالي هاي جولاتي قليلة بالنسبة للأعشاب يعني المقدمة مشوقة اللي تحدثت بها خبير خليفة خليفة أنت لو حسن أنا اسمي حسن خليفة والنعم اسمي بالعراقي شهرت بخليفة اسمعي أحكي نكتة للمشاهدين أنا نازل بمطار نيويورك قلت اللهم لك الحمد والشكر فيش عربي الله يعرفني يقول هذا حسن خليفة اللي يطلع الببلية وعلى القنوات العربية طيب. اللي ينادوا علي أبو الأعشاب لا فيقولون احنا نتابعك على القنوات انت ابو الاعشاب قلت لهم والله ما الي اولاد اسمهم اعشاب ابو الاعشاب فهم بالعراق ابو الاعشاب ابو الاعشاب يا عافية لا المعروف اكثر شيء خليفه يعني واسم الشهرة طيب خبيرنا اول شيء اريد ادخل يعني مدخل مختلف انا يعني سعيده طبعا بهذه المقدمه الحلوه اللي يعني دخلت بها تسلمي والشغله الثانيه تم نورنا باستوديو هنا اليوم باستوديو البابليه لكن دائما نلاحظ احنا في محلات الأعشاب أو العطارة دائما رفوف تتزين بكثير من الأنواع من الأعشاب طبعا ما تعرف أنت ما تجهل وأنا بتألم مو صحيح زين الفكرة أنه نجهل المسار الطويل لهذه الأعشاب حتى وصولها للمستهلك زين هاي ما عليها لا اكسباير ديت ولا عليها تاريخ الانشاء ولا تاريخ الانتهاء ولا يعني مثلا ايش وقت وصلت للبلد دخلت برنامجك انا اعتبره بعامي بالعاميه نحكي للناس بالعاميه حتى لو شافنا اكبر واحد من الاطباء تمام يفهمنا انا وياك هذا طيب مشكلتنا هي فعلا ما في الاعشاب تجاره انا في نبته مثل البابونج الاردن مليانه بابونج فلسطين والشام تعرفي تمام فالمشكلة إنه ما يجمعوه ما حدا وقت عنده إنه يجمعه فبيجينا من برا من الصين ومن الهند وماليزيا صح. وأستراليا طب كم هذا تخزن وكم مشي بالسفن وتعرف الصراصير والعث والجراثيم والبكتيريا والرطوبة البحار والنقل وتخزينه تخزن في تحت درجة حرارة مقبولة موافق عليها من الصحة الـ FDA العالمي ولا لا فبالتالي أنا هذا اللي أخاف منه
يعني أنا في شهر رمضان الكريم كنت أطلع معكم من خلال قناة البابلي يوميا في شهر رمضان، وكان برنامجي لوجه الله عز وجل. يعطيك العافية. صحيح. فبالتالي كنت أحذر، فيزعلوا مني أهل العراق ويزعلوا مني أهل الدول العربية وشنوا علي حرب، أنت طب أنت تكافحنا في تجارتنا. أقول لهم والله العظيم أنا متأكد أنه أنت تعطي أمك البابونج ما تعطيها، لأنه أنت متأكد أنه في سوس ومعرض لعوادم السيارات ومعرض للشمس. تمام. ما حدا يعني عامله. فأنا تمنيت في الشرق الأوسط أنه يكون عندنا رقابة اللي هي تيجينا مبكتة. هاي حتى لو كانت في عبوة لا ما بدي مضمون. أنا بكفي ما حدا يعمل شيء مبكت تحت بيت الدرج، فبالتالي هو بدي يعمله في مصنع، فبالتالي هو مراقب من وزارة الصحة، فبالتالي هو ماخذ ترخيص عليه، بالتالي ماخذ صنع وين، في أني بلد. صحيح. فبالتالي متى تنتهي صلاحيته، فبالتالي بيكون مغلف بشكل صحيح، حتى لو كان بالفرط نسميها يعني مو باكيت مثل الليبتون يعني وما أشبه حل أو باكيتات. حتى مشكلة الباكيتات، مشكلة الباكيتات، أنا الشاي أنا أثق فيه الشاي أوكي، لكن بعض الأعشاب ما يشتروا بواقي الأعشاب ويأخذها، هذا زهورات وهذا بابونج. يعني إشمعنى الشاي تثق فيه؟ أحيانا الشاي لأني أنا شفته مفرط، يعني أنا عندي أحيانا حتى نشارة خشب فيه. لا تعرف خبير؟ طبعا طبعا. خلينا أنا وياك نطلع من الأعشاب، بلا أعشاب بلا الأرجيلة، الكل أرجل وكيف حطوا عليها نكهة التفاح ونكهة الفراولة وهي انشارت خشب. صح. نعم. وضايف لها بعض المنكهات والمطيبات، فبالتالي ما نعرف من وين السرطان يجينا، من وين أمي تمرض ومن وين ابنك. صحيح. يمرض ومن وين تلويث الجو وتلويث كل شيء. طيب هذه مسؤولية من؟ يعني مسؤولية الناس مش مسؤولية. اسمح لي، هذه مثلا مسألة المسار الطويل لهذه الأعشاب والحفاظ على جودتها، يعني المفروض وزارة الصحة، المفروض جهات أخرى معنية بالموضوع، المفروض من؟ أنا بدي أعرف يعني الجهة يقع على من العتاب في هذا الموضوع. أيام جدتك، أيام جدتك كانت جدتك واللي حوالين جدتك والنساء بتعرف الولد وما أشبه، كانت تأخذ الأعشاب المعروفة وهي تشيلها بإيدها، وكانت واحدة في هالقرية أو في المدينة معروفة تبيع للعطار، فكانوا يشتروا من الناس. تمام. وكانوا يبيعوا كل موسم موسمه. أوكي. طيب. الآن لا، احنا حكينا لك انه كلياتها اكثرها استيراد، حتى مشكلتنا انه الميرامية، يعني لو انا في الاردن بدلف لك محلات الاعشاب واجيب لك ميرامية ما تكفي لمحلين ولا ثلاثة. مشولين ولا ثلاثة. صحيح. لانه ما في زراعة حدا يزرع يهتم البابونج والاعشاب. احنا خلينا نحكي على الاعشاب البرية اللي كانوا اجدادنا ياخذوها، مثل الشيح، الاعشاب الصحراوية، مثل القيصوم، الميرامية وما اشبه. ما بنحكي بخضروات، احنا نحكي اعشاب. انا اعشاب انا وياكي ما احنا ماخذينها انه نشرب مية، ومثل البيبسي والكولا، احنا ماخذين الاعشاب عشان نتشافى. ما حدا بوصل لاعشاب للنكهة، ما حدا ياخذ نك، ما ياخذوها اي للمزاج، ياخذوها للعلاج. انا من خلال برنامجك لاول مرة بدي اعلن اللي سنوات طويلة على الفضائيات، أنا بفضل يعني اللي مضطر هلا إنه يأخذ الأعشاب. إذا أخذت الأعشاب بنوضعها وين؟ ملعقة في كوب من الماء وبنصب عليها المي، هذه وصفاتي بالتلفزيون. أيه. نتركها تتنقع، فإذا إحنا نحافظ صحيح إنه نصب عليها شوية مي ونصفيها بالمصفاي، نكب أول وجه بعدين نصب أقل ما فيها، إحنا طهرناها. تفهميني؟ أيه. تخزينها حتى الناس مساكين حتى ما تعرف تخزنها بالبيوت. في بعض الأعشاب تخزينها لازم براد او شلون يعني داخل، يعني انا لو بدي اخذ معاك في ما في الاعشاب ما تخلص اليوم. ما احنا اليوم بدنا نحكي في ما في الاعشاب، ما تاكلي طبيخ حتى. حتى الطبيخ سيء؟ طبعا طبيخ سيء. ليش؟ لانه البهارات سيئه. اها تمام. انت مش تحطي كمون. صحيح. البهارات ترى نفس فكره الاعشاب طبعا، هي يعني هم يعني التخزين والمسار التجاره الطويله الى ان توصل للبلد المستورد. والقرنفل مش قرنفل، والزعفران مو زعفران، في زعفران ايراني وزعفران مغربي. اذا بدي ادخل بالمافيا مصيبه. 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 يعني لازم اليوم نحكي بها حتى نحكي بالزيوت، مصيبه واصيب. يعني تجيني واحد الكلف، الله اكبر، انا شفتك على قناه البابليه وشفتك على الشرقيه وشفتك على القناه الفلانيه، حطيت منها الزيت اشوف الكلف ما راح، بدها. طيب. تدعي علي انا كخبير اعشاب لانه سمعتني وانا ما اخذتها من مصدر مو موثوق. اخذت مش موثوق، طلعت من بالشمس وهي زيت مازولا. خلينا احكي لك اياها حتى يا ريت انه زيت الطبخ، زيت يعني. المازولا زيت ذره، بفيد الخدود، بفيد الجسم، هو غذائي وتحطه على البشره ما في مشكله. لا. لكن في زيوت اسمها زيوت خلط المخلوطه، ليه خلط خلط لا اسمها زيوت خلط، ياخذوها عشان يخلطوا فيها الاصنصات، أصنصات فقط. فبالتالي هاي مشاكلهم. طيب خلينا ننوه احنا المشاهدين اللي حابين يتواصلون معك خبير الأعشاب حسن خليفة، نحب يعني نرحب بكم من خلال أرقام الظاهرة على الشاشة. أنا دا اسمع التليفونات دا ترن بالكنترول، إذا أكو مجال اتصال تحولونا إياها إذا أمكن. شبابنا حسن خليفة الآن بانتظار يعني الاتصالات حتى نجاوب عليهم.
انت راح تجاوب مو اني انا استقبل واحاول لك. يلا زين اوكي. هسه اريد قبل ما نكمل يعني بعض المواضيع الشيخ عفوا خبير، بعض الاعشاب بتكون مخلوطه بالكورتيزون وهي هوايه منها خلطات، طبعا انا اشوف منها تباع لا برقابه ولا حتى بالبيوت يعني تباع، يعني هذا مثلا واحد الشيخ فلان ده يبيع فت خلطه تناسب مثلا الصداع تناسب تساقط الشعر، تروح تاخذ الخلطه تشوفها طبعا مري حتى تميز انه بيها كورتيزون. ما تبين ما تبين ما تبين على الناس الطبيعيه اللي ما الناس تبين. اللي ما نعم. يعني ما يعرفون نعم. الريحه هاي لها ريحه مميزه، هاي ريحه بيها عطور كثيره ملمسها يعني وناعم بس بيه نوع من يعني خشونه نوع من كانه ذرات بيه، رسم تميز انه هذا بكورتيزون. الناس اللي خطيه عفويين على طبيعتهم يشتروا ويشوفون عليه فرق، لكن بعد فتره راح يشوفون ما بيشوف عليه فرق. لا يشوف فرق اول يوم يومين بيشوف اول فرق طالما هو يستخدمه اي ما هوش ده اقول لك بعد فتره بس مجرد انتهى يعني العبوة او ما جددها اقرا عليه السلام. احنا خلينا نصح الناس المهم يعني شلون ده تصير هاي خطون هيك مواد ولا نعم عشان. لا صحيح من خلالك انا وياك نجلس الليله على التلفزيون نمسك الريموت كنترول ونقلب نلاقي خلطه للضعف، خلطة اخسر من وزنك 30 كيلو بالشهر، الله أكبر، لو نسيخ شاورما ومربربة ما نقطع منها ما تنزل كل يوم كيلو يا دكتورة، إيش هذا اللي يحرق؟ طب الجسم بحاجة لسوائل أنت تحرقها وتطردها إذا كان صحيح، بس مو صحيح. هلأ نزل السكر إذا كان صاعد معك ونتحداك خلال 30 يوم الله أكبر، ما في لا معطي ورق زيتون ولا معطي طير مسمر ولا معطي حلبة ولا معطي أي شيء اللي يخفض السكري، تمام؟ إيش هذه الخلطة؟ والمشكلة إنه يخلطوها مع العسل، فبالتالي هم بياخذوا بعض الأدوية مثل أدوية الضغط اللي تنزل الضغط ويحطوها للسكر، للتنحيف ياخذوا حبوب منع الحمل يحطوها مع العسل وعسل للتنحيف. حبوب منع الحمل شو علاقتها بإذابة الشحوم؟ والله العظيم يحطوها بالزيوت حتى لزيوت الشعر. طب يعني لها دور بإذابة الشحوم فعلاً يعني سيروليت وغيرها؟ طبعاً هم يوصفوها بعض الأطباء. يوصفوها بعض الأطباء. كثير من الأمور أنا ما بدي أريد إني أنا أفتحها أخلي النار تهجم علي وعليك. فبالتالي نعم يعني أنا في رمضان في آخر رمضان حتى يعني من الموضوع هذا حتى للسكري أدوية السكري بياخذوها بخلطوها ببعض الأعشاب، أدوية الضغط بخلطوها ببعض الأعشاب، فبالتالي هي تجارة عم تعطيهم نتائج كل واحدة، وأنت يا جارتنا تشرب القهوة معاها مش أخذتها الخلطة وشوفي بطلت أخذ تمام. هذه النساء تمام. ومشكلتنا مش النساء المساكين، مشكلتنا المتعلمين اللي يوقعوا بهيك أمور لأنه معاهم يدفعوا وهو متعلم هو بتابع هذه البرامج، فبالتالي أنا ما أريد. حتى الكريمات فيها كورتيزون الكريمات فيها كورتيزون، يعني حب الشباب انت لما تعطيه كورتيزون او شيء بتنشف حب الشباب ما بتعالجه، حب الشباب مفروض من الداخل، هو مش من جارتك اجى عندي حب الشباب هو من داخل الجسم أكيد. فبالتالي بده عنايه بالاكل وبده محافظه وبده تغسيل الوجه بشكل صحيح وبالمنشفه حتى استخدامه، بعدين الكريم له وقت مش اجي انا احطه احط راسي على المخده مخده وروح بالمخده صحيح. فبالتالي في عوامل كثيره، فبالتالي انا دائما حلقاتي ما بتكون كفايه عشان أشرح للناس، فبالتالي عشان أنا ما أشن علي حرب، فبالتالي أنا دائما صادق مع ربي أولا بعدين مع الناس، أنا أعلم الناس حتى أبعدهم عن الشعوذة، حتى أبعدهم عن الشعوذة. يروح ويشعوذ ابنك صار له 5 سنوات قال مش مبين ويروح على شيخ يقول له ادفع وجيب وسوي وبدي أجيب لك هذه العشبة وهذا البخور وما في بخور في العالم ثمنه بالجرام وأنت تسمعي بألوف الدولارات والمحمو فلوس تدفع. طب بلكي أنت ما بتعرفي، أنا وياك ما بنعرف ابنها وين راح، بلكي ابنها قتل له واحد ومسجون في دولة ثانية، شلون بدك تودي الجن يطلع لك إياه من جوا السجن؟ ما أنت قلتها شعوذة. فبالتالي هي شعوذة، حتى بالأعشاب صارت شعوذة. يعني أنت لاحظي شيء، انت لاحظي شيء، راح الصالح بالطالح، تقولي واحد يشتغل بالاعشاب او بالاعشاب تلاقي عنده بخور وتلاقي تدخل عليه النساء لحالها، جوزي بدي اشوفه بحب علي ولا بده يتجوز علي طيب. وعندي 4 بنات اشوف انا اللي بدها تتجوز، فبالتالي هي لحالها المواطن هو اللي بخليه هو اللي يفتح الباب عليه يفتح الباب على العطار وخليه يطيل الطريق. اذا كانت الثقافه طيب. عندنا صحيحه ما نتعرض لهذه الامور. جميل، خلينا نقول مرحبا لاول الو يانا انقطع خلينا شويه تاخرنا عليه. عمر من ديالى اذا صح لك مره ثانيه تخابر احنا بانتظارك وعلى رحبي وسعه واسفين شويه تاخرنا عليك. خبير عندنا أفد ريبورتاج صغير عن جولاتك، خلينا نشوفه ونرجع نكمل حوارنا. أوكي محمد جلال ويانا عنيف تقرير، خلينا نتابع سويا.
خلينا نقول مرحبا ويانا نور على الهاتف. نقول مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي. ممكن أحكي مع الأستاذ خليفة؟ جدا معك. السلام عليكم أستاذ خليفة. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا من زمان بدي أحصلك مشروع قلبي. هيك على البركة حصلتيني. تسلم. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير يا ربي. بس أنا بدي أسألك، عندي أختي بأمريكا. تمام. وعندها يعني مي برحمها. تمام. إيه، وعتها يعني عتها الأنبوب اليمين مسكر وفيه ارتشاح، يعني يرشح مي. فهمت عليك. وعندها الأنبوب اليسار. هو مو ترشيح، هو اسمه سيلان مهبلي. هو عشبة واحدة تحل لك كل الموضوع. الأنبوب اليسار مفتوح بس كمان يرشح. طيب. شكرا لاتصالك. وعتها ضعف بالمبايض. شكرا لاتصالك، واحنا بنتمنى دائما ان نكون متواصلين ببعض، وانا اتمنى من الدكتور انه دائما احنا ناخذ اكثر من حلقه في البرنامج هذا انا وياك. شرف ان شاء الله. كونك انت دائما بتمارسي مهنتك مع ايضا الاطباء. شرف. فبالتالي يعني انه بكون سهل لك، مر عليك انه بالاعشاب ويمر عليك. مو غلط، ليش لا؟ ليش لا؟ طيب. هي عشبه مفيده جدا اسمها القسط الهندي. القسط الهندي فيها 7 أشفية وفيها أحاديث نبوية شريفة وناجحة. ترى أجدادنا ما كان عندهم المشاكل هاي، فكانوا هم يستخدموها، هذه كانوا يستخدموها. لكن أيام الدورة الشهرية لازم ناخذ الدارسين بالعراقي، لكن اسمها القرفة، منقوع القرفة، 3 مرات باليوم، لكن لحالها ما بتنفع، لازم تحلى بالعسل عشان تنشيط المبايض. أما تنشيط المبايض الشيء الطبيعي أنا أنصحه لوجه الله عز وجل، لا خلطة ولا شيء، 7 حبات من الرطب كل يوم الصبح. إذا أسنانك مسوسين وفيهم مشاكل، ناخذ 7 حبات من التمر ونحطهم بالخلاط ونصب عليهم كوب من المي وبصير الأمور تمام. ونعمل كاسات هواء لأي واحدة عندها مشكلة، كاسات الهواء أسفل الظهر اللي بنسميها الحجامة الناشفة، عشان نعرف دور الحجامة. أنا ما أريد أعرض النساء للجراحة وجراحة الظهر، تعرف النساء بتهتم حتى بشحطة صغيرة في جسمها، فبالتالي أنا ما أحب الحجامة للنساء. أنا بحب الحجامة للنساء إذا كانت في عنا أمراض صعبة. الحجامة بتفيد الأطفال بتفيد الكبار، لكن لها فوائد ولها أضرار. يعني هي ما مفضل من باب تجميل تقصد؟ أنا باب يعني وبرضو أيام الدورة الشهرية. الدورة الشهرية المرأة غير عن الرجل، فبالتالي الحجامة للرجل أرحم من المرأة. المرأة ما تتحمل، تخاف من الحجامة وتحسب حساب للحجامة. فالحجامة مو أنا وياك نروح نحجم هلأ، نطلع من التلفزيون نقول في واحد شاطر حجام. طب بلكي انت ضغطك نازل، بلكي انت عندك سكري. لا طبعا لها شروط. بالتاكيد لها شروط طبعا، لها مواقيت. اكل الدسم لا، المواقيت بتختلف. لا بالشهر بايام محدده من الشهر، ايام المحدده هذه حبذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحجامه بتجوز باي لحظه. هلا الديانات الثانيه، اليهود بيحجموا، المسيحيين بيحجموا، الهندوس بيحجموا، كلهم بيحجموا، ما لهم علاقه. صح. هلا بس الايام اللي اوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي القمريه عرفتي كيف. انا لي كتاب الحجامه. ما شاء الله. ايضا من كتب كتاب الحجامه. ما شاء الله. فمن منشطات المبايض ايضا حبوب اللقاح مع العسل، طلح النخيل اللي بسموه الدكار مع العسل، هذا كله منشط للمبايض. الميراميه منشطه للمبايض. شيء سهل وموجود في امريكا اللي هو اليانسون، كل يوم كوبين من اليانسون لكن بسمن، لكن بنشط المبايض بشكل خرافي. لا احنا ما ريش هي سمنة، كل شيء ولا سمنة. خليها بلكي هي ضعيفة فبدها تسمن. ان شاء الله يا ربي ما عندها الا الشفاء. اختك انت طويلة يا دكتورة، انت طويلة بتجنني ما شاء الله عليك. يعني ولا دكتور اصلا غازلك على الهواء. الله يسلمك من ذوقك خبيرنا. عشان تصالحنا جديد. لا صالحنا خلاص. لا صافية لبن. خلينا نكمل الفيديو، احنا قطعنا لين على مود اتصال اخت نور، فنرجع الفيديو ونتواصل.
رحلة سعيدة خبيرنا خليفة. وبعدين هاي كم بلد الجزائر بهذا الريبورتاج؟ الجزائر، تونس، الجزائر، المغرب، بعدين العودة لتونس، بعدين العودة للمملكة الأردنية. جلست أسبوع واستضافوني طبعا الشباب، طلعت حلقة أو حلقتين، بعدين كملت لجمهورية مصر العربية. رحت تجيب أعشاب معينة ولا أشوفك دخلت مصانع وأشوف شلون التنقية والجودة والتصفية؟ هذا اهتمامي. حتى كنت بالأسواق كيف بتحنوا الأعشاب في مصر، يعني كان عندي استفسار أو ناس إني أنا أشوف كيف بيشتغلوا الأعشاب. زين، بس ما أقاطعك ويانا عمر من ديالة، حرام لأنه صار مرتين يخابر ونكمل. عمر مساء الخير وكل عام وأنت بخير. أني كل عام وأنت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله علينا وعليكم يا ربي. أول شيء طمنا، كيف أهلنا بديالة؟ والله الأوضاع مو زينة، يعني تعرفون هالانفجارات بديالة اليوم. أنت حاليا بديالة ولا طلعت ونزحت ولا شلون؟ لا موجودين بديالة. الله يحفظكم يا ربي، الله يحفظكم من كل مكروه. والله احنا نشكركم ونشكر قناة الضبابلية، الله يحييك، عن الفرصة. الله يحييك، تفضل وياك خبيرنا. خبير شلونك يعني؟ والله اسمراني اليوم، الجو حار. حبيبي. اني دكتور، اني خبيرنا، اني عندي نسبة ضعيفة وما تنصاد ابد. نسبة بالحيوانات المنوية؟ اي صادت من نسبة. طيب خليني اسألك، خليني اسألك سؤال، عندك دوالي بالخصية؟ لا. فحصت شفتهم بالسونار ماكو. طب ايش المشكله حكوا لك؟ عندك لزوجه، عندك التهاب؟ مره فحصت قالوا التهاب. التهاب، وهل المشكله جراحي. شفت، اذا تحدد السبب بطل العجب. انا ما عندي شيء اسمه عقم الا اذا الله سبحانه وتعالى جعله عقيم، ما عنده زيرو يعني، مهما تعالج او ما، طالما في حيوانات منويه وفي ضعف بالحيوانات المنويه في مقويات للحيوانات المنويه. شكرا لك وسلام لك كل اللي بيتابعونا في منطقتك، كل العراق الحبيب، واللي بيتابعوا حسن خليفه وبيتابعوا الدكتوره نبراس. الله يخليك حبيبه الكل. الله يسعدك. زين، شنو علاج بهيجي حاله؟ شو ياخذ خلطه محدده؟ انصح نصيحه لهذا الشاب انه يعمل حجامه اسفل الظهر بالبدايه، اول خلى موسمها، لانه الجو كثير حامي كويس، الدوره الدمويه ماشيه، غير انه نحجم يوم ثلج. صح، يوم ثلج ما في دوره دمويه، بتعرف ما بتكون نشطه مثل تماما. فيعمل حجامه بتفيده. بعدين 1 كيلو من العسل، عنده التهاب، يا اما بحط فيه كبش القرنفل من اسماء العويدي، او انا بفضل العكبر انت اللي هو البروبلس، هذا اقوى مضاد حيوي اسمه بنسلين روسيا، موجود بنتجه النحل، هذا بيصنعه النحل. هو اكثر من اسم ولا هو اسمه، بس البروبلس او مشهور بالعراق بالعكبر. العكبر. نعم. قدر 4 ملاعق على كيلو من العسل بدك، لكن بدك تصبر، تستمر عليها 3 شهور، مره الصبح ومره اخر النهار. ونصيحه ثانيه، اقوى مضاد حيوي لك كل يوم 2 أو 2 ضرسين من الثوم، ويا علبة لبن. أنا ما أعرف بالعراقي إيش يسموها، لبن رايب. لبن رايب. روبا. مع اللبن. تعرفي إنه مضاد 2 ثوم باليوم، حتى للمسالك البولية، حتى للالتهابات، حتى لالتهابات الأضراس. زين، والريحة شلون؟ يا ستي بلاش، أنا أوفر عليهم، بدي أصير صيدلاني عشانك. زين، عالجنا الالتهاب، نعالج الريحة الثوم شلون؟ أنا أحكي لك، ورق النعناع، ورق البقدونس، قشر التفاح، أي ورق أخضر يعني طازة. بإمكانه يأخذ حبة هيل يحطها تحت الأضراس، ممكن. بإمكانه دارسين، هذا اللي بتخلص المشكلة. الدارسين قوي أكثر يا ستي، إذا ما بده أنا بدي أسهل عليه، يروح على أي صيدلية يأخذ كبسولة الثوم. كبسولة موجود، صح، كمكمل غذائي موجود، ينفع برضه كبسولة طبعا ولا لا يستمر؟ مو لأنه يعني تعرف مغلف ومجفف، مو مثل الطازة يعني. لا مو كبسول في بودرة، هذا كبسول البودرة جلاتين. جلاتين موجود بالصيدلية كمكمل غذائي مرخص، موجود تماما. يعني واحد لابس قرافه وما اشبه يداوم وبين موظفين في بنك او اصرافه، ما احراج، ما بدي اقول لك لازم. فبامكانه انه يبلع الكبسوله صباحا ومساء حسب وزنه وحسب جسمه. يعني واحد وزنه 50 كيلو غير عن بجوز هذا الراجل وزنه 120 كيلو ممكن، فبالتالي جرعته بدها تكون كميه اكثر تكون. نعم، لازم. فخليه يبدا بوحده فما في مشكله. اكو ناس تتحسس من الاعشاب خبير خليفه، يعني اكو ناس مو كلهم يوالمهم الاعشاب، واحنا دائما ننصح الاعشاب والبدائل الطبيعيه وافضل من الكيماويات، افضل من الادويه. زين، اللي يتحسس شنو اشياء ياخذ بديل؟ دكتوره نبراس بحكي لك شغله، في كثير من الامراض وناس ما تعرفها ولا الاطباء، بكون عنده تحسس من الحنطة، وفرد من أفراد أسرتي كل يوم ناخذه على دكتور، كل يوم عنده مشاكل في معدته، كل يوم ينحف، فبكون عنده تحسس من الحنطة. أيوة. فبالتالي كيف بدنا نحل الموضوع هذا إلا بالفحوص، يكون طبيب شاطر لوجهه للفحص. زين، نتوقف شوي بس أقاطعك ويانا سعيد، ما احنا حرامات الاتصالات تروح، ما بدنا نعطيهم فرصة. سعيد مرحبا، عيني، كل عام وانت بخير. أهلاً أخت عزيزة، عيني. الله يخليك. مرحبا. وسؤالك الخبير يسمعك، تفضل عيني. اي والله،
تفضل استاذ. سعيد نعم. العفو استاذ، شلونك اخوي؟ الله يسعدك يا اخوي. حبيبي. العفو دكتور، عندي اعتلال بالعضلة القلب. تمام. ايه، وشنو العلاج؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ 64. 64. عندك ضغط؟ ضغطك صاعد؟ عندك سكري؟ لا لا الحمد لله كل شيء ما عندي. طيب جربت تاخذ الزنجبيل ملعقة صغيرة على كوب من الحليب يوميا مرتين؟ لانك بتعرف ان الزنجبيل علاج العليل اصلا بالزنجبيل. علاج العليل بالزنجبيل. الزنجبيل جدا رائع لمشاكل القلب ولعضلة القلب، وبقويها بقويها. التمر بقويها، والتمر منجم الغذاء. احنا اصلا كعرب خسارة فينا انه يكون التمر عنا. بتعرفوا لو انه كان في امريكا وفرنسا ما كان عنا بالعراق اصلا. اجدادكم بالعراق ما كانوا يمرضوا، كان عندهم السمن وكان عندهم التمر وكانت اعمارهم تمد، والله ما كان عندهم شيب، لانه هذا منجم الغذاء، هذا غذاء اجدادنا. صحيح. هذا غذاء. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسافروا على الجمال وكانوا يدخلوا الدول العربيه والفتحات وما اشبه، وغذاهم التمر، ما كانوا يقول ايا بطني، وكانوا عندهم السم منتشر. فبالتالي التمر اروع شيء. لكن نصيحه لوجه لا كل يوم تاكل 7 حبات تمر، خذ 7 حبات تمر، انزع منهم النوى وحطهم بالخلاط، ايش وراك تصب عليهم كوب من المي وشغلهم واشربهم مثل طب ليش يكون ما يتقبلوها بالطريقه، يعني ياكلها ما اطيبها مع المي؟ ما اطيبها لا، يعني ياكلها لحالها ويشرب مي لحالها. ممكن بلا انا اوفر عليك اياك، ياخذ روب التمر، دبس التمر، دبس التمر مع الحلاوه. ممكن الحلاوه تقصد الراشي؟ نعم الراشي. اي ففي او الحلاوه الطحينيه، ايوه الحلاوه. اسف، الحلاوه الشاميه. شنو هي طحينه؟ حلاوه طحينه. الحلاوه اللي ما تعرف الحلاوه؟ عرفها، اللي هي من السمسم. من السمسم. اي هي الراشي. غير الراشي، الراشي اسمها طحينيه، هذيك اسمها حلاوه طحينيه. لانه يطلعوها اللي يشتغلوا معامل الطحينيه. طيب. هي مقويه ومسمنه للاطفال ومفيده للرجال. أي تمام. فبالتالي هي من السمسم، والسمسم من اسمائه الجلجلان. ومن اسماء السمسم الصليط، وصلت على اي مرض. لكن انا انصحك كمان بورق اسمه ورق الزعرور. تاخذ موجود بالعراق، تاخذ منه ملعقه على كوب مي ومرتين باليوم، وتحليه بالعسل، لانه العسل صديق القلب وامين. احنا ما نريد نعطيك خلطات لانه ما نعمل خلطات، لا برامج حسن خليفه قد الكميه ولا بالدكتور. ملعقه على كوب من المي مرتين باليوم. وانتبه لغذاء. واضحه سعيد؟ يعني ان شاء الله واضحه. بدون سعيد نصيحه لوجه الله، اي واحد عنده مشاكل بالقلب كل يوم تفاحه. انت تعرفي هذا؟ العفو دكتور. خبير. العفو دكتور، بلا زحمه. تنصحني عن القسطره؟ شنو رايك بالقسطره؟ هلا اللي بده يختص على قسطره، لا دكتوره نبراس ولا حسن خليفه، اللي بده يشوفك دكتورك هو اللي بيقرر لك اذا انت بدك قسطره ولا ما بدك قسطره. اذا انت عندي موعد، عندي عندك موعد، يلا ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ انت الله خلق لنا الطب وخلق لنا المستشفيات واولادنا يتعلموا. انا لو ابني يريد يتعلم مع المطبيب، فخلي الناس تراجعوا عشان انا اعرف اذا حسن خليفه هلا بطنه يوجعه، ايش اللي يوجعني؟ هي عندي التهاب بالدوده، او عندي ديدان، او عندي قرحه بالمعده، او الاثنى عشر، كل هذا بده يؤثر. فبالتالي انا لازم الجا للطبيب عشان يعمل لي منظار وانا احدد، او سونار واحدد انا ايش عندي ولا لا. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يشفي. يعني ماكو ضير، اول شيء اعمل القسطره والعشاب اذا ياخذها بهالاثناء ما في مشكله، ما في ضرر. ما في ضرر، لكن مريض القلب بده يكون حريص لما يتناول الأدوية مع الأعشاب. ممنوع يتناول الزنجبيل، ممنوع يتناول الثوم. لأنه دائما الأطباء يعطوا مميع للدم أو مسيل للدم، والزنجبيل والثوم مسيلات للدم. صحيح. فبالتالي جرعة الدكتور اللي أوصف له إياها والزنجبيل، فالتنتين صاروا كثير. ما هو احنا بدنا نفهم ايش شو راح يصير يستخدم ممنوع. الأعشاب ممنوع. ممنوع الأعشاب طبعا، ممنوع اذا بتناول الأدوية. طبعا اذا ما بده ادويه بصير يمشي على الاعشاب. نعم. مع ذلك لازم تكون باشراف يعني خبير يعني مختص بهذا المجال. يا احنا سعيد احنا نحكي الاعشاب دائما، ما هي مخاطر الاعشاب. نعم. وبرضو اخطاء العطارين انه يعطي ادويه يقول له استمر على ادويه القلب. نعم. فبالتالي لا، الاعشاب تتعارض مع بعض الادويه. اليوم الاتصالات ما راح يخلينا نكمل حكينا. ايمن، يلا مرحبا ايمن. عيني كل عام وانت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بخير عيني ايمن، كل عام وانت بخير. شلونكم بالعيد؟ الله يبارك فيكم ان شاء الله. يبارك بك يا رب، ان شاء الله ايامكم كلها دكتور. بس سؤال اذا امكن. يلا. ما في زحمه. تفضل دكتور. عندي داء الثعلبه قليل في لحيتي، يعني نعم فراغات قليله يعني. واسمعنا من خلال اللحية. اسمعنا من خلال الشاشه، شكرا لاتصالك. الثعلبة انصحكم نصيحه، في ناس يوصف الثوم او زيت الثوم، الثوم كاوي يحرق، عمره
بموت البصيلة. فبالتالي أنصح دائما أنه مرة واحدة نستخدم الثوم كتطهير، لأنه الثوم هو مطهر كتطهير، ما بنبت الشعر. لكن لما نحكي في ثعلبة، هي بياض أو دائرة أو ما أشبه، ولا واحد يتطلع أنه في ثعلبة، طب ما يكون، ما في مشكلة. لكن هم الثعلبة تطلع على الشعر، على الذقن للرجال، فبدهم همهم أنه ينبت الشعر. فأنا أنصح بقطعة من الفجل كل يوم ندلك مكان الثعلبة، ونضع زيت الخروع لتنبيت الشعر، أو خلاصة الأثمد. خلاصة الأثمد اللي هو الأثمد مشهور أصلا بالعراق. أثمد؟ أثمد. أثمد ولا أثمد؟ أثمد. أثمد. نعم. هلا يطلعوا عليه إعلانات التلفزيونات اللي يريد. نعرف شنو اسم البديل عندنا بالعراق يعني، هو نفس الاسم؟ معروف، نعم، بجيبوه من أصفهان ومن إيران. مشهور بالعراق أكثر من الأردن. خلاص معروف، أوكي. لا أنت عشان ما تروح للعطارية فبالتالي ما بعرفه والله. طيب. فهلا مسمين أثمد بلس، قال إنه يطلع على الأصلع شيء، يطلع له مزرعة على راسه مو شعر، ولا تردي ولا كله كذب، ما في شيء. طيب. إذا انتهت البصيلة راح كل شيء. زين شلون تنبت مرة ثانية بشعر؟ ما تنبت. ما تنبت. واحد عمره 60 سنة وأصلع شلون يطلع له شعر؟ يعني بهيج حالة الثعلبة ما راح يطلع لا شعر. بتطلع. لا بتطلع. إذا حطينا زيت الخروع أو الأثمد بتطلع، لكن أنا بحكي إنه الفجل. الفجل محفزات لإعادة نمو. نعم. يعني البصيلة. نعم. والثوم هي للتعقيم. احنا بنعرف ان الثوم هو مضاد حيوي طبيعي. لكن الاستمرار على الثوم بيكوي المنطقة وبيكوي الجلد، لأن الثوم حارق للجلد. ايش قصة لحية الأعشاب خبير؟ ايش قد المفروض تظل عندنا بالبيت اذا على حسب ضمير ما ينكتب لنا عليها، تعرف العرب ما يكتبوا شنو، على حسب يعني على البركة. انا اشتغل بها اخليها، هم يشتغلوا على البركة. زين انا اشتريت اعشاب هسه وخليتها بالبيت، ايش قد المفروض تبقى عندي؟ انا يعني استخدم جزء وبقى جزء. يا دكتوره نبراس، ندخل انا وياك على محل عطارة كلها شوالات وصناديق، البابونه جنبي، اليانسون جنبي، الكزبره جنبي، الكراويه. فاذا واحد ضربت فيها سوس تمد على الكل. تفهمي؟ ما حدا يتفقد الاعشاب معرضه للشمس، مد ايدها واكمل وتشم الحلبه وترجعها على الكيس. وانا اجي اشتريها لامي. اي في كثير. طيب صحيح. طيب يعني من المراجعين بلكي ايدها مو نظيفه، بلكي عامله هيك، بلكي حاكه هيك، بلكي حاكه شعرها ورجعت حطت لي اياه على الاعشاب. طب شلون يسمحوا لهم يعني انه يتداولوها الناس؟ مشكلتهم يعني مشكلتهم انه يقول لك عطاره، هذا عطار يعني عطار. هي شكل العطار، هي شكل العطار. فلازم تكون رخبطه والمحل مش، انا دائما اقول لهم يا اخي ما تزبط محلك، تخلي زي الصيدليه يحط ستاير مكيف، يقول لك الناس ما تجيني، الناس معتاده على الخربشه. على الخربشه المحل مرتب. محلك مرتب؟ انا شفته محلي، ما صيدليه، محل صيدليه. انا الله انا عليك. اللي منتجات مرخصه. انا اشتغل بالمرخص، انا ما اشتغل تحت بيت. يلا الحمد لله، الله يوفقك يا ربي. الحمد لله. انا مشكله محمد جلال، احنا لازم نغير المخرج، شنو رايك؟ لانه دايزن عليه كل ساعه، كنت اتامر عليه برمضان. يلا ختموا، يلا ختموا بعد ما حكينا شيء بالحلقه. يعني كنت اتمنى اكثر اطول وياك يعني خبيرنا حسن خليفه. عندي كثير اسئله، يعني تاثير الاعشاب على الاطفال، التحسس قلنا وما كملنا، الاعشاب تفيد من ولا تفيد من، متى المكشوفه اللي ترحاني انطرقت لها، صيدليه الاعشاب ممكن ان يكون عندنا بالبيت صيدليه الاعشاب. من هو العشاب؟ من هو العشاب؟ هو تاجر ولا عنده خبرة؟ ولا المشكلة احنا دايما نريد نشوف شو وقت نحكيها، ما راح يكفينا الوقت اليوم، فنرتب ناخذ كل اسبوع نسوي ان شاء الله حلقة وياك. عندنا اسئلة كثيرة ما شاء الله، اتصالات كثيرة. انوه من خلال برنامجك انه حلقاتي في ما بعد شهر رمضان كانت يومية، انا قبل الافطار في شهر رمضان من خلال قناة البابلية وقناة العربية، لكن بعد رمضان استمرار لجنة الاعشاب من خلال قناة البابلية اللي الساعة 6:30 يوم الجمعة. الساعة 6:30 نفس موعد مستشارك، بس الجمعة. بس الجمعة. أوكي. إذا سمعتوا مشاهدينا الأكارم، موعد جنة الأعشاب على قناة البابلية. طبعا قناة البابلية هي ابنك البكر، يعني المفروض تكون هي لها أولوية أكثر من كل القنوات، لأنه هي المتبنيتك من يوم ولادة حسن خليفة، وهذا لا لا هذا لا شهادة لا لازم نعترف بها. لا أنا كانت جارتي أصلا قناة البابلية، فكنت أطلع على قنوات ثانية، ما كنت أريد أطلع على قناة البابلية. أنا أطلع على قنوات أردنية وقنوات عالمية، لكن إلي الشرف إني أنا أكون من خلال قناة البابلية. لا بعدين أنا من خلال برنامجك أريد أحكي كلمتين للإخوة بس بالعراق. إخوانا بالعراق يتهموني أنه أنا بس هاي القناة البابلية، أنه ما حدا يشوفك إلا العراقيين. بالعكس، قناة البابلية وبرنامج جنة الأعشاب والبرامج الطبية متابعة في الوطن العربي بصورة ما تتصوروها. يعني ما تفكروا أنه اتصالات منكم لحالكم، لكن إحنا البابلية نتعاطف مع العراقيين، ناخذ اتصالاتهم. لكن عنا برامجنا متابعة بالجزائر بشكل جنوني، في المغرب لما كنت بالمغرب بشكل جنوني، في مصر بشكل جنوني، يعني متابعين. متابعة برنامجنا متابعة جميل إن شاء الله. جميل. وأقوى برنامج ممتد على مستوى الوطن العربي، يعني الأعشاب يطلع
انا المشكله انه اشوف واحد يطلع بتاع اعشاب يطلع على التلفزيون يقولوا له اريد وصفه للكرش والكرش بتاعه قاعد على الطاوله ما يتخلص من الكرش ويقولوا له اعطينا للصلع ويعطيهم للصلع وهو اصلع لابس طاقيه. فبالتالي لا يعني انا اهتم بصحتي ما اريد اقول انا كم عمري يستغربوا الناس. بس جاوبني بصراحه انت تتداول الاعشاب تتناولها طبعا يعني عندك بالبيت تتناول وتشرب منها؟ باخذ جنسنج وباخذ جنكا بيلوبا وباخذ عسل طبعا. اهم شيء هاي الملاسيه شو اسمها؟ المليسه. مليسه. المليسه هاي مليسه محمد جلال ما هو ذكرت بها هذه القصه ما تعرفيها. كنت انا اقدم برنامج صباحي فالله يسعد مساء محمد جلال مخرجنا. فكل ما أعلق على المليسة كل ما يجي سؤال بده مهدئ أو عصبي يقول لي أنطي مليسة. مليسة حفظوا هاي حافظها بس هاي حافظها. لا حافظ والشباب حفظوا عنا وصفات كثيرة. ينطيهم العافية ونطيك العافية شبابنا بالكنترول ما يقصرون دائما ويانا هم يعني جنود المجهولة دائما. سعيد أنه أنا اليوم كنت معاك في هذا البرنامج اللي هو بيستضيف الأطباء وبيستضيف العلماء وبيستضيف مش أي ناس. الله يحييك. فهو أنا بعتبره أنه هو لازم يدخل كل بيت لانه الطبيب هو بيكون بين ايديهم بيكون عنده مشكله مو عارفها. هي عياده بيتوتيه لما يسمع الطبيب واذا تابع والاتصالات بيحكي لك والله هاي المشكله عندي انا كتفي وجعني المشكله مش بالعظم انا فحصتها ممكن عندي روماتيزم روماتيد. فبالتالي انا يعني بحب اثقف نفسي بحب اثقف نفسي احيانا بتابع برنامجك بتابع اللي شوي وبعدين بقلب بروح اسبستون بحب توم وجيري مو غلط كنا نتابعها طبعا. سعيدين بك حسن خليفه اليوم نورتنا وان شاء الله راح الزعل. لا خلص انا وياك الصبح ان شاء الله بس بشرط تعزميني على كوكتيل هلا بعد البرنامج ان شاء الله تتدلل من عيوني تكرم. وشكرا لكل من تابعنا مشاهدينا الاكارم دائما احنا بهذا الموعد ان شاء الله كل يوم اربعاء الساعه 6:30 ننتظركم نستقبل اتصالاتكم في مستشارك الطبي حتى التقيكم في مثل هذا الموعد الاسبوع المقبل. دائما تحياتي لكم نبراس المعروف الى اللقاء.